وأنا بذكر لكم ما الشيء اللي بتذكره منها، وهي من أجمل قصائد الأدب، ولو حفظها الطالب وترجم ما فيها من المعاني حاز من الأدب العربي شيئا عظيما. بدأ القصيدة قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطروا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوروا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما مع المستقبلين نتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازل ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعتاكل أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى تبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكترفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر ربة على قدميه حافيا غير ناعل وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يخرجن من وقع وابل وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذف رأسها بالجنادل وكندة إسهم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائل حليفان شدا عقد ما احتلفا له وردا عليه عاطفات الوصائل وحطمهم سمر الصفاء وسرحه وشبرقه وقت النعام الجوافل فهل بعد هذا من معاد لعائد وهل من معيد يتقي الله عادل يطار بنا العدى ووذل وننا تسد بنا أبواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلادل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهب ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى نرى الضغن يركب ردعه من الطعن فعلا أنكب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل بكفي فتى مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابل وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ضرب مواكل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل لعمري لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجز أنا لآكل وعثمان لم يرضى علينا وقنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل أطاع أبي وابن عبد يغوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجامل فإن يلقيا أو يمكن الله منهما لكنهما صاعا بصاع مكايل وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا ليضعننا في أهل شاء وجامل يناجي بنا في كل ممسى ومصبح فناجئ أبا عمرو بنا ثم خاتل ويؤذي لنا بالله ما إن يغشنا كذا قد رأينا جهرة غير حائل أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب فمجادل وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتل وكنت امرأ ممن يعاش برأيه ورحمته فينا ولست بجاهل فعقبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاول ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول يفر إلى لج وبرد مياهه ويزعم أني لست عنكم بغافل
ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل. أمطعم لم أخذلك في يوم لجة، ولا معظم عند الأمور الجلائل، ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة وللجدل من الخصوم المساجل. أمطعم إن القوم سامونك خطة، وإني متى أوكل فلست بوائي. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير عاجل، بميزان قسط لا يقيس شعيرة، له شاهد من نفسه غير عادل. لقد سفهت أحلام قوم تبدل، بني خلف غيظا بنا والغياطل، ونحن الصميم من ذؤابة هاشم، وآل قصي في الخطوب الأوائل، وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا العدا من كل طمل وخاذل. فعبد منافق أنتم خير قومكم، فلا تشركوا في أمركم كل واغل. لعمري لقد وهمتم وعجزتم، وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل، وكنتم حديثا حطب قدر، وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل. ليهني بني عبد مناف عقوقنا وخذلالنا وتركنا في المعاقل، فإنكم قوما نتئر ما صنعتم، وتحتلبوها لقحة غير باهل. وصائف كانت في لؤي بن غالب، نفاه إلينا كل صقر حلاحل، ورهط نفي شر وطئ الحصى، وألأم حاف من معد وناعل. فأبل قصيا أن سينشر أمرنا، وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل. ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة، إذا ما لجأنا دونه في المداخل. ولو صدقوا صبرا خلال بيوتهم، لكنا أسل عند النساء المطافل. وكل صديق وابن أخت نعده، لعمري وجدنا غبه غير طائل، سوى أن راق من كلاب ابن مرة، براء إلينا من معقة خاذل. وهلنا لهم حتى تبدد جمعهم، ويحسر عنا كل باغ وجاهل. وكان لنا حول السقاية فيهم، ونحن الهدى من غالب والكواهل. شباب من المطيبين وهاشم، كبيض السيوف بين أيدي الصياغل. فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما، ولا حالفوا إلا شرار القبائل. بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرادل. بني أمة محبوبة هندكية، بني جمح عبيد قيس بن عاقل. ولكننا نسل كرام لسادة بهم يعي الأقوام عند البواطل. ونعم ابن أخت القوم غير مكذب، زهير حسام مفردا من حمائل، أشم من الشم البهالي، ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضل. لعمري لقد كلفت ودا بأحمد، وإخوته دأب المحب المواصل. فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها، وزينا لمن والاه رب المشاكل. فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل. حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل. فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول. حددت بنفسي دونه وحميته، ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطل. رجال كرام غير ميل لما هم، إلى الخير آباء كرام المحاصيل. فإن تك كعب من لؤي سقيبة، فلا بد يوم مرة من تزاحم. ده ما ذكر منها ابن هشام في السيرة.